شو هذا؟ اول اجتماع الاجتماع اللي عمل لي يا استاذ. انت عطفت؟ ايه انا عطفت. يعني انت اللي كنت قاعد برا؟ ايه انا اللي كنت قاعد برا. وانت جيت من حلب؟ من وقت ما قالوا لي عندك اجتماع. اجتماع؟ هيك الواحد بفوت لحضر ولاد دستور؟ إيه لانه تخنت استاذ. ما تخنت وياه. قوم اقدر اوصل عطفتي قوم. يلا قوم اعمل لك فتله كلياتنا من النفتين. يلا يلا ايوه ايوه يلا يلا. المشروع اللي تقدمت للشركة مشان التركسات وقطع التبديل. شو تركسات وقطع تبديل؟ اعملوا لي فيلم سينما. بتعمل لها فيلم؟ ايه بنعمل لها. وانا بعمل لها فيلم. يلا. قول لها براشل تاخذ مروان بكره وبتعمل لها فيلم. مع السلامة. خلص صار عندك فيلم. وانا الموضوع. يعني طامسين له شخصيته. ما فهمت. شلون بدي فهمك ياها؟ هيك الواحد بتتمرجل عليه من جنب، ما عم بيشوف حاله رجال. بيقوم بحب غزالة وبيجيب لي اياها لهون. شوفي بوسينا انا ماني متأكدة، اسمعي مني ولا صدقيني، بس بيجوز غزالة عم تحسسه انه رجال. لا، غزالة عم تضحك عليه. يا عيني عليكي، انت قلتيها عم تضحك عليه. ليش عم تضحك عليه؟ لتحسسه انه رجال، لأنه الرجال امتى بحس حاله رجال؟ امتى؟ لما المرة تضحك عليه.